آمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقتٍ وحينٍ وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وارفع عنا الوباء والبلاء برحمتك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وما أغمنا، وعلى الإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، وحد صفوف المسلمين تحت راية الإيمان والقرآن، أيقظ الغيرة في قلوب المؤمنين لنصرة دينهم، وطرد المحتلين من بلادهم يا رب العالمين، اللهم آمين. وبعد، معاشر المسلمين، في خطبة جديدة نتكلم فيها على سلسلة مكارم الأخلاق، نتكلم على طريقة تقي الإنسان من الوقوع في المعاصي، سبل أو طرق اتقاء المسلم أن يقع في المعاصي. عرفنا في الخطب السابقة أن المعاصي لها شؤم عظيم على صاحبها وعلى المجتمع، وأنها تحرمه لذة الحياة الدنيا، وتحرمه أيضا الفوز بنعيم الله في الآخرة، وتحرمه بركة الرزق، وتحرمه العلم ولذة الطاعة، ويتعدى جرم وشؤم المعصية إلى الغير. اليوم بإذن الله سنحاول سوياً أن نقف على بعض الأمور التي توقف الإنسان حتى لا يقع في المعاصي، خاصة ونحن في هذا الزمان عندنا سرطان المعاصي. سرطان المعاصي، من ألف المعاصي أصبح شيء عادي عند كثير منا، بل عند معظمنا إلا من رحم الله. صحيح أن هناك فيروس كورونا المرعب هذا عند الناس، لكن الكورونا الحقيقية هي كورونا القلوب، كورونا المعاصي في القلوب. كلنا يسعى إلى تعقيم يديه، وفي الحقيقة تعقيم القلوب والعقول والنفوس أولى من تعقيم اليدين. فيروس كورونا أرعب العالم، وجند الناس قوتهم لمحاربتها، بينما المعاصي كثير منا لا يلتفت إليها، وكأنها ورقة طارت في الهواء. هكذا الناس، كثير من الناس. وليس معنى كلامي أنني أطالب المسلمين أن يكونوا معصومين من الخطأ والزلل أبداً، فنبينا أعلمنا بقوله كل، من ألفاظ العموم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، حتى قالوا كفى بالمرء نبلاً، يكون إنسان نبيل شريف عظيم، أن تعد معايبه في صفتين ثلاثة أربعة خمسة ستة كده. بل إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن الذنوب هذه تعرف الإنسان على قدر الله العظيم، إذ أن الإنسان
مبني على النقص، مبني على الخطأ، مبني على الوقوع في الغفلة، لكن الله العظيم يتصف بكل كمال وبصفات الحسنى والجلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، قال: قال إبليس: أي ربي، لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح في أجسادهم. إبليس لا ييأس، إبليس لا ييأس أن يوقع الناس في المعاصي. يقول: يا رب، طول ما هم بيتنفسوا هعمل معهم إيه؟ سأوقعهم في المعاصي. رد ربنا سبحانه وتعالى في عليائه وقال سبحانه وتعالى: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه الذنوب دليل على نقص الإنسان وعلى كمال الله رب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بأقوام يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذه ليست دعوة إلى الوقوع في الذنوب، لكن فتح لباب الأمل لكل مسلم ألا ييأس أبدا مهما كان عنده من الذنوب. واسمع هذا الحديث بقلبك وعقلك وافهمه جيدا، هو شفاء لصدور المذنبين وبلسم لجراحات العاصين النادمين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن، مؤمن، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. يعني كل وقت كده يقع في نفس الذنب، نفسه غلبة في أمر معين يقع في هذا الذنب، أو ذنب هو مقيم عليه دائما يقع فيه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا، يعني ممتحنا، تحت الاختبار دائما. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، إذا ذكر بالله عاد وتاب وأناب ورجع إلى الله رب العالمين. هذا الكلام يبعث الأمل في قلوب المذنبين العصاة، وكلنا ذو خطأ، كلنا. فربنا لطيف رحيم، إذا عاد الإنسان إلى الله عز وجل غفر الله له. أورد ابن كثير في تفسيره عن آية لما نزلت من الله عز وجل بكى إبليس بسببها. ما هي هذه الآية؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عندما سمعها إبليس بكى، لأن جهده على الأعوام السابقة انتهت. بماذا؟ بدمع العين للنادمين، وارتجاف القلب للصادقين التائبين، وباللسان اللاهث: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. واستقامة الجوارح على طاعة الله والبعد عن معصيته. بل إن باب الأمل يفتح أكثر وأكثر عندما تطلع على صفات الله الرحيم. يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا يبالي الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض ذنوب، الأرض كلها، الكرة الأرضية كلها ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، توحد بالله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول ربنا: لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه الذنوب تجعل من الإنسان يعرف قدره، ولربما ذنب من الذنوب أورث ذلاً وافتقاراً واستغفاراً خير من طاعة تورث ذل عزة
جهداً واستكباراً فيضيع عمله كله. جماع اتقاء المعاصي أو الأسباب التي تقي الإنسان أن يقع في المعصية عددتها وجمعت منها 10. نتكلم عن واحدة منها في هذه الخطبة. أولاها ضرورة استعظام المعصية. لما نتكلم مع الناس يقول لك فيه ذنوب صغائر وذنوب كبائر، هكذا الناس يقولون، لكن الإنسان لو نظر إلى عظمة الذي تعصيه تعرف أن الذنوب كلها كبائر. فالمعصية مهما صغر شأنها بتترك أثر سيء في قلوب صاحبها، ولربما تستدعي أختها، فكما أن الحسنات تستدعي أخواتها، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كذلك السيئة تستدعي أختها. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نبهنا ألا نصر على الصغائر، لربما أوقعتنا في الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا ببطن واد، بيضرب لنا مثال، ناس نزلوا وجلسوا في وادي معين، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود من الحطب حتى كوموا كوما كبيرا، ثم أوقدوا النار وأنضجوا خبزتهم. يبقى ماذا فعل؟ عود واحد من كل واحد، إيه اللي حصل؟ أصبحت نار كبيرة. ذنب صغير وذنب صغير وذنب صغير وذنب صغير يصبح ذنبا إيه؟ ذنبا كبيرا. يقول وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه، إذا ربنا حاسب الناس عليها تهلكه. ويقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. سنقف أمام الله يحاسبنا على كل صغيرة قبل الكبيرة. ويميز عبد الله بن مسعود بين المؤمن والمنافق، ويصور هذا التصوير العجيب، يقول إن المؤمن يرى ذنوبه مثل حجر ضخم على أصل جبل، هو تحتيه تحت الجبل جالس، فماذا يفعل؟ هو حذر أن يقع عليه الحجر، حذر دائما، فدائما لسانه يلهث بالاستغفار، خائف ألا يكون الله قد غفر له، هكذا المؤمن. بينما المنافق يرى الذنوب مثل الذباب وقع على أنفه، ماذا فعل؟ هكذا هشوا وعاد تاني وعاد تالت، لم يترك أثرا، لم يكن عنده نفس لوامة تعيده إلى طريق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحد السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وبقدر ما يصغر الذنب عندك يكبر عند الله ويعظم، وبقدر ما يكبر الذنب عندك، شوف الذنب وإن كان صغيرا تراه عظيما يصغر عند الله عز وجل. كثير من الناس لا يراقبون أحوالهم، فالذنوب الصغائر قد لا يراقبها الإنسان، وأعظم شيء في استعظام الذنوب أن تراقب نفسك في كل أمر، فالرقيب هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلينا ملكان يحصيان علينا أنفاسنا، فإذا ما خلوت بعيدا عن الناس إياك أن تلعب بك نفسك أو يستهويك شيطانك فتقع في المعصية، لأن الذنب من ورائها يودي بالخسار في الدنيا وفي الآخرة. دخل أحد الأدباء على الإمام أحمد بن حنبل فقال له أحمد هل عندك شيء من الشعر؟ هل عندك شيء أي من الشعر؟ قال نعم. قال قل. قال يا أحمد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. قالوا فأخذ أحمد البيتين هاتين ودخل بيته وظل يرددهما وعلى نشيجه بالبكاء تائبا وراجعا إلى الله رب العالمين. إن الذنوب والمعاصي إن لم يكن هناك رقيب
وتفعلها في خلواتك بعيدا عن الناس، وتظن أن أنه لا أحد يراك، قد تضيع حسناتك. هل سمعت عن الذنوب التي تأكل الحسنات؟ تضيع الحسنات. يصلي ويصوم ويحج ويفعل كل الخيرات، ثم يأتي يوم القيامة فلا يجد شيئا. اسمع إلى هذا الحديث الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مرعب. يقول ثوبان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما، عد معايا، من أمتي، من أمة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يعني قد نص كاليفورنيا كده أو ربع كاليفورنيا من الحسنات. تخيل أنت، من أمته عندهم حسنات بهذه الضخامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا، يأمر الله الملائكة أن يذهبوا بها إلى قعر جهنم. هذه الحسنات؟ نعم. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، شكلهم إيه، انعتهم لنا حتى نحذرهم يا رسول الله. قال: عد معايا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. بيصلوا قيام الليل كمان، مش بيصلوا خمس فرائض بس، لا، بيصلوا قيام الليل كمان. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله، إذا غاب عين الرقيب الآدمي عنهم، ما فيش حد شايفهم من الناس، ماذا فعلوا؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ووقعوا فيها. هذا يحصد الحسنات ويودي بالإنسان إلى قعر جهنم عياذا بالله. فالسبيل الأول لاتقاء المعاصي أن تستعظم الذنب، والذي يجعلك تعظم ذلك الذنب أن تراقب الله في كل أحوالك، ومراقبة الله توصلك إلى النعيم في الدنيا وفي الآخرة. كلنا يعرف قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يوم أن نزل يتعسس بين بيوت المسلمين، بيستمع على أحوال الناس، فسمع امرأة تقول لبنتها: أضيفي، اخلطي اللبن بالماء عشان يزيد، فلما نبيعه نكسب أكثر، لما نبيعه نكسب أكثر. فقالت: يا أم، إن عمر بن الخطاب قد أمر ألا يخلط اللبن بالماء. فقالت المرأة: إن عمر بن الخطاب لا يرانا، وهو ليس معنا ولا يسمعنا. فقالت الفتاة: وإن غاب عمر يا أمي، فأين رب عمر سبحانه وتعالى الذي يرانا ويسمع حديثنا ويعرف خلجات نفوسنا ودقات قلوبنا ويحسب علينا ويحصي علينا أنفاسنا؟ قالت: والله ما أفعل يا أمي، لأن الله رقيب علي. أتدرون؟ لقد علم عمر ذلك الباب، وذهب إلى أبنائه وقال: من منكم يريد أن يتزوج ابن أمير المؤمنين؟ يتزوج بائعة لبن. لماذا؟ لأنها مراقبة لله عز وجل. أو تدري من كان من نسلها؟ رجل حكم سنتين وأربع شهور، أطعم الجائع من الإنسان والحيوان والوحش والطير الذي في السماء، عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. مراقبة الله عز وجل تجعل صاحبها دائما على الطريق الصحيح، وتجعله بعيدا عن المحرمات. الأمر الثاني سنذكر باختصار، وإن شاء الله نكمله في الخطبة الثانية لمن أراد أن يسمعها، هو ضرورة ترك المجاهرة بالمعاصي. كثير من الناس بيبات ربنا ستره، بيعمل ذنب ما فيش حد شايفه، ويصبح يعمل إيه؟ يتحدى الله عز وجل، ويقول لأصحابه: أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت. يعني إيه؟ بيفضح نفسه. بيفضح نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. طب لو عملت ذنب اكتمه، استره، طالما ربنا ستر وربنا عايز يسترك، واستغفر وعود وتوب. لكن يبدأ يستهتر ولا يبالي بالقول والفعل. طب المجاهرين دول مين هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن من المجاهرة المجانة.
ايه المجانة؟ يستهتر بالأمور بالقول والفعل، يقولها من باب ان هو ايه انسان قوي وانسان ما بيهمهوش وانسان هكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه. انظروا، امران مهمان. الامر الاول لا بد أن تراقب الله عز وجل وترى الذنب مهما كان صغيرا فهو عظيم، وعند ذلك تحدث له توبة. والأمر الثاني إذا وقعت في غفلة ووقعت في معصية إياك أن تجاهر بها، استرها لعل الله أن يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعو الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. هذا الأسبوع المنصرم يعني فقدنا بعض الإخوة الطيبين الذين كانوا يعني يصلون معنا الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، كذلك أخونا زيد غريب، الأخ شاهر عداسي، كذلك أخ اسمه قايد أحمد أبو شمس، توفوا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لهم وأن يرحمهم، اللهم أمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لهم ذنوبهم واستر عيوبهم وتقبل حسناتهم وارفع درجاتهم واعف عنا وعنهم يا رب العالمين، اللهم أمين. أيضا كثيرا من الأخوة مرضى عملوا عملية بالأمس، أخونا عمرو البنا، وكذلك كثير من الأخوة، دكتور سهيل وزوجته وأهله، كذلك كثير من الأخوة نعرفهم أو لا نعرفهم من المسلمين مرضى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفيهم، اللهم اشفنا واشفهم يا رب العالمين، اللهم داونا وداوهم بدوائك يا أكرم الأكرمين، اللهم امسح بيمينك الشافية علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.